سماحة الشيخ، تتداول يقول بعض الإخوة رسائل هذه الأيام فيما يسمى بالواتساب عن وجوب عقد نية صيام شهر رمضان بألفاظ معينة. النية هي قصد بالقلب. يقول القائل: كنت بالأمس نويت أن أزورك، فلا يفهم السامع من ذلك أنه كان يردد بلسانه أنني سأزور فلان، ولكن يفهم السائل من ذلك أنه عقد عزمه على الزيارة. وهكذا النية المشروعة إنما هي القصد، قصد أداء العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كانت النية مجرد كلمات يقولها الإنسان بلسانه كما يتصور العوام، لا كان من السهل أن يصل الإنسان إلى رتبة الإخلاص بمجرد قوله إنني نويت بهذا العمل وجه الله تعالى. ولكن أن ذلك الله تعالى لا تغره الألفاظ التي تصدر من العباد، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم الخبايا في طوايا النفوس وخفايا الضمائر. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما تنطوي عليه هذه الضمائر من القصد الصحيح أو غيره. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الذي يهاجر إلى الله ورسوله إنما نيته بقلبه، ولو كان الأمر بمجرد الألفاظ التي يتلفظها فما أسهل على الإنسان أن يقول: نيتي في هجرتي أن أهاجر إلى الله ورسوله. وهل الذي يهاجر إلى الدنيا أو إلى المرأة يقول بلسانه إنني مهاجر من أجل فلانة أو من أجل هذه الدنيا؟ لا، وإنما ذلك في طوايا قلبه والله يعلم خباياه كما قلنا. فالنية إنما هي القصد بالقلب وهي الإخلاص. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الطاعة. فلو كانت الطاعة يتيسر إخلاصها بمجرد ألفاظ يقولها الإنسان بلسانه لكان ذلك من السهل اليسير، إذ من السهل أن يقول الإنسان بأن هذه الطاعة نويت بها وجه الله، وإن كان في خبيئة نفسه خلاف ذلك. والله تعالى المستعان.